جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للرجل وزوجته هل يجوز للرجل وزوجته الصدقة بشاة واحدة يشتريها الزوج، علما بأن الزوجة لديها غنم؟ أجيبون عن هذا مأجورين جزاكم الله خيرا. إن كان قال قصد الأضحية فنعم، الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته كما كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته مهما كثروا. وإن كان مرادها الصدقة صدقة المطلقة فنعم، الإنسان إذا تصدق ناويا ثوابها عنه وعن زوجته وعن من شاء من المسلمين فلا بأس بذلك حسب النية، ولو كان من نوي عنه تصدق عنده مال فإن نية الصدقة عنه من غيره تنفعه بإذن الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى.